السلام عليكم ورحمة الله. تتم ديال الدروس ديال الجيت واي تو انجلش ديال اولى بكالوريا، وصلنا لصفحة 16. اذا هنايا within these ولا this word search box قال لك you should find some irregular verbs. واحد الirregular verbs كاينين هنايا 10، حنا لقينا منهم 8، تلقاو واحد جوج اخرين كاين: made, broke, built, swam, felt, put, grew و choose ولا chose. مزيان. هنايا من بعد عندنا واحد الدرس ديال اي ان و ذي. وقتاش غنديروا اي وقتاش غنديروا ان وقتاش غنديروا ذي؟ قبل لي نون، بيفور ناونز. راه عندكم هنا في الصفحه 22 من نفس الكتاب عندكم هذا الدرس، هذا مفصل ودرس جيد تمايا. سميتو المعلومات اللي فيه معلومات مستفيضه وواضحه. اذا حنا غنشوفوا. اذا بالنسبه الان نبداو بعدا باي و ان. هو هنايا تنهضروا على اي و ان. ها هي وي يوز اي ان بيفور سينجولار ناونز، يعني هما غير المفرد. هاد اي و ان هادو ارتيكلز تنديروهم غير قبل المفرد فقط. شنو فاهم؟ وين وي ار بريزنتين نيو انفورميشن، يعني ملي تكون تهضر انت على شي حاجه اللي هي جديده وتعطي واحد المعلومه اللي هي جديده. بحالاش؟ بحال there is an invitation for you. شي واحد تقول ليه راه كاينه واحد لانفيتاسيون جاتك، واحد لانفيتاسيون. تقول ليه واحد لانفيتاسيون؟ واش انت هاد لانفيتاسيون عندك عليها شي معلومات؟ عندك عليها هذه معلومه جديده هذه. اذا راه تقول an invitation. صافي. بحال ملي تقول I have bought a new car، شريت واحد طوموبيل جديده. صافي. ولا تلاقيت واحد صاحبي. مثلا نقول مثلا I came across a friend. واش نفهم؟ I came across a friend، يعني انا تلاقيت واحد صاحبي. يعني ما يعني انت يا هاد صاحبي هذا ما تعرفوش. واش باش نقول لك عليه، باش ندير لك عليه التعريف؟ هذا غير واحد وصافي، انت ما تعرفوش. يعني انا عطيتك غير معلومه جديده. صافي. اي وان از يوزد تو مين انيثين اور اني وان وان ات دازنت ماتر ويتش وان. شي مرات تتكون تتهضر على شي حاجه ولكن ما تهمش شكون فيهم بالضبط. مثلا كود يو باس مي سبون، انت جالسين نتوما تتغداو، انت بغيتي معلقه ملعقه كاينه قدام شي خوك ولا اختك ولا امك ولا باك، وقلتي لهم عطوني شي معلقه. Could you pass me a spoon؟ واش انت قلتي لهم اين معلقه بغيتي نتايا؟ لا، انت بغيتي اي معلقه كما بغات تكون نوعها. a spoon. واش فاهم؟ ثم is not used before plural nouns، قلنا راه ما تكونش. ولكن الا كنتي هاد دير اي ولا ان في شي حاجه اللي هي بلورال، تدير بلاصها سام البعض منا. بحالاش؟ there is a letter for you. شي واحد تقول ليه راه جاتك واحد الرساله. هاد الرساله ما عارف عليها والو انايا. ولا تتقول ليه ولا راه جاوك شي رسائل، غتقول ليه there are some letters. اذا هاد سام نقولوا حنا راه هي تتعوض اي وان في البلورال. صافي. تتعوضهم البعض منا، حتى هي راه ماشي سبيسيفيك. شنو فاهم؟ نتمنى انكم تكونوا خديتوا بعض المعلومات ولو بسيطه. انا ما بغيتش نمشي نجيب لكم الدرس اللي هو معقد وفيه بزاف د الهضره وداك الشيء، غادي تربج وغترول. انت شنو غتعقل؟ اي وان تنديروهم غير المفرد، هذه الاولى. ثانيا تنديروهم قبل لو نو، قبل الاسماء. وقتاش تنديروهم قبل شي اسم؟ اولا خصو يكون مفرد، ثانيا خص تكون ديك المعلومه اللي تنعطيو معلومه جديده، اولا تنهضروا على شي حاجه اللي ما تهمناش شنو. بحال ملي تقول شي واحد عطيني شي فورشات. صافي. عطيني شي معلقه، عطيني شي كرسي. وما تقول ليش عطيني واحد الكرسي بالضبط اللي مكتوبه فيه سميتي. تقول ليه بليز كان يو هاند مي اي سبون، كان يو هاند مي اي فور، كان يو هاند مي اي تشير. شوفهم اي واحد فيهم ماشي مهم. ويلا بغيتي دير شي حاجه اللي هي في البلورال وماشي سبيسيفيك ما معروفاش، راه تدير سام. ثم من بعد غنجيو للذي.
دي بغيتكم تعقلوا عليها دائما، على انها هي ال ديال التعريف ديال اللغه العربيه. يعني احنا دائما تنديروها شي حاجه اللي احنا تنعرفوها، شي اشياء اللي هي معروفه. علاش حنا تنديروا التعريف؟ التعريف يعني معرف، واحد الحاجه راها معرفه تنعرفوها. مثلا وي يوز ذي بيفور، وهاد ذي ذي على خلاف ايو ان، ايو ان قلنا غير المفرد، اما ذي تتكون المفرد وتتكون في الجمع، تتكون في المفرد وفي الجمع، خصو غير تكون شي حاجه اللي هي معروفه سواء كانت مفرده ولا جمع. اذا وي يوز ذي بيفور سينجولار ناونز وين وي ار توكين اباوت سامثين فاميليار، ملي تتكون تتهضر على شي حاجه اللي هي معروفه راه تدير بالعربيه تدير لها ال، وفي لونجلي تدير لها ذي. مثلا هو ووز هو ووز ذا ليتر فروم، انت ها هي واحد البريه، انت هزيتي هاد البريه وقلتي لذاك السيد، قلتي لذاك السيد هاد البريه هادي شكون اللي صيفطها لك؟ هاد البريه هادي بالضبط احنا تنهضروا انا وياك، انا هاز البريه وانت عارفها. اذا هنا ولات ال، يعني صافي حنا دابا هنايا الرسالة، نحن نتحدث عن الرسالة ماشي عن رسالة ما، حنا تنهضروا على هاد الرسالة هادي بالضبط بالضبط. هادشي علاش قلت لك انا هو ووز ذا لاتر، هذيك ذا لاتر اللي انت تقراها شكون اللي صيفطها لك؟ هو ووز ذا لاتر فروم، هو قال لك ماي براذر. واخا وات ميكس ات، ولا وات ميك از ذا وات ميك از ذا كار، مارك هما راه غالطين هنايا، تيقول لك هاد الطوموبيل ديالك شمن ماركه هي؟ شمن ماركه؟ هما راه غالطين هنايا مارك، صافي قال لك راه بيجو. اذا انا وياك حنا عارفين علاش تنهضروا، تنهضروا على الطوموبيل ديالك انت، ها الطوموبيل ديالك ماشي على اي طوموبيل. صافي كون كنا تنهضروا على اي طوموبيل غنقولوا اي كار، اي كار، ولكن هنا قلنا ذا كار يعني ان انا عارفها وانت عارفها. واخا ذي از اوسو يوزد ان ا سيميلر واي بيفور بلورال نامز، ما قلنا بان ذي تتكون بالنسبه للمفرد وبالنسبه للجمع. هو ووز ذا ليترز فروم الى اخره. ذي از اوسو وين when it is clear to the speaker and the listener what you are talking about. حتى هادي حنا عليه تنهضروا، ملي تنكون انا تنهضر معاك وانت تتصنت ليا، ولكن انا وياك عارفين بجوجنا علاش تنهضروا، راه غنقولوا ذي I put your shorts in the wardrobe. مثلا تتقول شي خوك مثلا ولا اختك تتقول لها شدي دوك التقاشر ديريهم ليا في الماريو ديالي، في الماريو الماريو ديالي. علاش؟ لان انا عارف اين ماريو وانت عارفه اين ماريو، اذا حنا بجوجنا عارفين اين خزانه. هاي ذا وورد روب راها معروفه. اي ونت فور ا سويم ان ذا سي، مشيت العوم في البحر. ذيس مورنين في البحر، في البحر. علاش؟ لان قريب لينا حنايا بحر واحد، احنا في فاس ما قريب لنا لا بحر لا حتى مشكله، الا بغينا نمشيو للبحر حنا تنسافروا. واخا ذي از اوسو يوز وين ذير از اونلي وان، ملي تكونوا تنهضروا على شي حاجه اللي هي اصلا فيها غير وحده، اصلا كاينه غير وحده، صافي. اذا ملي تكون حاجه فيها غير وحده تنديروا لها ذي. هاف يو غوت ذا تايم، الوقت، راه كاين وقت واحد. ذا سان، الشمس، وراه غير شمس وحده اللي كاينه، حنا ماشي وحده اللي كاين، كاينين بزاف، ولكن حنايا في كوكب الارض تنعرفوا وحده اللي تنعرفوها حنايا، صافي. ذا سانز هوت توداي، ذا سان از هوت توداي، تتقول هاد الشمس هاد النهار مشرقه وسميتو ودايره لنا الحراره. ذي از اوسو يوز ريجولارلي بيفور سيرتن جيوغرافيك فيسترز، مثلا ملي تكونوا تنهضروا على بعض نقولوا مثلا بحار ولا محيطات ولا ريفرز انهار ولا ماونتنز جبال ولا ايلاندز اللي هما جزر، هادو كاملين تندرو لهم ذي، بحال الالب تاع حنا تنقولو جبال الالب، ذي البس، ذا ريفر ثيمز، ذا ريفر ثيمز، يعني ملي تنكونو تنهضرو على نهر تا هو تنديرو ليه ذي، ذا كاناري ايلاندز، واحد المجموعة من الجزر، ذا كاناري ايلاندز. علاش؟ لأنهم معروفين، وهذا راه معروف، وهذا راه معروف، هادشي علاش تنديرو ليه ذي. ذي از اوسو فيري كامن، ولا ملي تنكون عندنا السوبرلاتيف، سوبرلاتيفز دائما تتكون قبل منها، ماشي دائما، في الغالب تكون قبل من هذه. بحالاش الا قلنا فينا هي سوبرلاتيفز، ها ان ذا كونتكست ذير از اونلي وان، بلي تنقولوا مثلا ذا اولدست بوكس، يعني الكتب الاكثر قدما ولا الاقدم، صافي. اذا دائما ملي تطلق اي اس تي سوبرلاتيف
سوبر لاسيف. انا غندير لكم الرابط ديال سوبر لاسيف، الدرس ديال سوبر لاسيف باش تعاودوا تراجعوه. ذا نيوست يعني الاجدد كما تنقولوا، ولا الاكل يعني نقولوا شي حاجه اللي هي جديده، ولكن هذه هي اجد وحده فيهم. صافي نيوست اي اس تي، ولا ذا موست امبورتنت. مثلا تقولوا مثلا نقولوا ذا موست امبورتنت ثين، الشيء الاكثر اهميه هو. اذا ضروري ملي تكون عندنا سوبر لاسيف تنديروا قبل منها ذي. شوفهم اذا انتم عقلوا غير على هذا الشيء. ذي راه هي تقريبا هي ال ديال التعريف ديال العربيه، تنديروها في شي اشياء اللي تكون معروفه، ولا في شي اشياء اللي انا وياك انا تنهضر معاك تتصنت ليا، انت تتعرفني علاش تنهضر وانا تنعرفك علاش تتهضر، ولا ملي تكون حاجه وحده مثلا القمر. انا مثلا علاش نقولوا حنا القمر الشمس؟ لان بالنسبه لنا حنا في كره في كوكب الارض تنعرفوا قمر واحد وشمس واحد، شمس وحده. ولا ملي تنكونوا تنهضروا على على مثلا سميتو محيطات، بحار، جبال، الى اخره. ولا ملي تكون عندنا السوبر لاتيف عقل غير على هذا الشيء، الله يخلف، الله يجعل البركه. واخا غنجي دابا للنو ارتيكل. شنو هي نو ارتيكل؟ هو انك انت ها هو لو نو كاين، انت ما تدير قبل منه حتى حاجه، حتى كلمه، هي نو ارتيكل تكتب والو. شنو هي از يوز بيفور نيمز؟ ملي تلقى دوله ما تكتب قبل منها حتى حاجه، الا بعض الدول احنا انا نوريهم لكم شكون هما الدول اللي سن اللي سن. كاين واحد لا ليست ديال الدول تنكتبوا قبل منهم ذي، ولكن الاغلبيه الصحيحه ما تنكتبوا قبل منهم والو، بحال مروكو، الجيريا، تونيزيا، الى اخره، ما تكتبوا والو قبل منهم. سيتيز، سيتيز اللي هما مدن، سويس شوارع، كانتيننتس اللي هما القارات، ليكس اللي هما سميتو البحيرات، ماونتنز اللي هما جبال. الفرق ما بين هنا جبال وهنايا، راه عندنا هنايا في هذا ذي راه هضرنا على سلاسل الجبال، مثلا بحال ذي اطلس ماونتنز، ذي اطلس ماونتنز. اما هنا ملي تنهضروا غير على جبل واحد راه ما تنكتبوا قبل منه حتى حاجه. فيلجز اللي هما القرى، مثلا هي ليفز ان مارساي، هاي مارساي، مارساي شنو هي؟ سيتي. ما درنا قبل منها والو، ما درنا لا اي لا ان لا ذي. صافي اذا راه نو ارتيكل. الار سيتي ان ذا ساوث اوف فرانس. ولا قبل كاونتبل ناونز، كاونتبل وان كاونتبل دابا نشرحوهم، ولكن انتم عقلوا. يا ام هانس، دول، سيتيز، سويس، كانتيننس، ليكس، ماونتنز وفيلاجز. وملي تنكونوا تنهضروا على شي حاجه على العموم، بحالاش ملي تنقول لك مثلا ميلك از جود فور يو فور يور هيلث، تنقول لك الحليب هو جيد بالنسبه لك انت. هذا ميلك انا تنهضر على الحليب اون جينيرال، تنهضر عليه على العموم. ملي تتهضر على شي حاجه على العموم ما تدير قبل منها حتى شي ارتيكل، ما تديرش اي، ما تديرش ان، وما تديرش ذي. اورنجز، اورنجز صافي. ملي تقول انت يا الليمون ولا التشين، هما راه فواساتي عيطوا لي التشين. اورنجز ار لاس اكسبنسيف ذان ابلز. على العموم، على العموم هاد السيد هذا تيقول لك بان التشين الليمون راه اقل ثمنا من التفاح. على العموم هاد الشيء علاش اورنجز ما كتبنا قبل منها حتى حاجه، وابلز ما كتبنا قبل منها حتى شي حاجه. شنو فهم؟ اذا حنا نرجعوا ونديروا التمارين اللي عندنا هنايا في الصفحه 16. اذا واخا جيهان was sound asleep when found هنا asleep when the alarm clock rang. the alarm clock وراه واحد اللي كاين الارم كلوك اللي عندها وحده، يعني عندها ساعه وحده اللي تتصوني اللي كاينه. هذاك الشيء علاش قلنا في شي جوت اب اند واش تو في كيتشن. علاش؟ وشحال عندهم من كيتشن في الدار هما؟ عندهم كيتشن وحده. فور بريكفاست شي هاد اي كلاس كان عندها واحد الحصه، حنا ما عارفينش هاد الحصه، ما تنعرفوا عليها والو. اذا اي كلاس ات 8 اند هاد تو تيك ذا باس. علاش؟ وانت هي الطوبيس اللي تيدوز من حدا داركم، الا كان تيدوز شي طوبيس وراه معروف واحد صافي تو سكول. سو شي جو ذير جاست ان تايم، الى اخره. حنا غادي نديرو حتى هادو، ها هما مثلا. ها انت نعطيكم شي امثله باش ما تمشي الاخر ديروا راسكم. مراكش شنو هي؟ راه سيتي، تنديرو قبل منها حتى حاجه، حنا ما درنا والو، راه نو ارتيكل. از وان اوف ذا موست فيموس. شنو قلنا على هادو؟ هادي شنو هي؟ راه سوبر لاسيف، ذا موست فيموس سيتيز. ها
one of the most famous cities، يعني انها هي وحده من اشهر المدن في العالم. in the south of Morocco، in the south of Morocco، the south of Morocco كاين غير واحد، هادشي علاش درنا ليه ذي. وموروكو شنو هو؟ راه كانتري. هادشي علاش ما درنا قبل منه حتى شي حاجه، واش مفهوم؟ ها هي سمير وين تو ذي يو اس، واخا هاد يو اس اللي هي يونايتد ستيتس اوف امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، دوله، ولكن درنا قبل من هذه. شوفوا هنايا كاين واحد المجموعه من الدول تنديروا قبل منهم ذي، صافي. ها هي ذي كانتريز هوز نيم انكلود ووردز لايك، ملي تلقى شي كلمه شي 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 دوله فيها كينغدم بحال ذا يونايتد كينغدم ستيتس ولا ريبابليك، صافي، راه تتلقى فيها ذي. بحالاش هاد ذا كينغدم اوف سعودي ارابيا، صافي، المملكه العربيه السعوديه، صافي، باللغه العربيه راه تنديروا فيها ال، المملكه العربيه السعوديه، ذا يونايتد ستيتس، الولايات المتحده اذا ذي ذا يونايتد كينغدم، صافي، حتى هي ذا ريبابليك اوف تشاينا. شوف فهم، اذا في ملي تلقى شي وحده فيها ريبابليك ولا فيها يونايتد ولا فيها ستيتس، صافي، ولا كينغدم، عرف بانك غدير فيها ذي. مازيان، صافي، بارك على هذا الدرس هذا، غادي ندوزو مباشره للدرس المقبل.